المركز الإعلامي بجامع الراجحي على إتاحة هذه الفرصة والتحدث لدى دقائق معدودة عن مرض مهم جدا يمس المجتمع وهو مرض السكري. أولا، ما هو مرض السكري؟ متى نقول أن الإنسان عنده مرض السكر؟ أولا، إذا كان الصائم لمدة 8 ساعات بدون أي أكل أو سعرات حرارية 126 ميلي جرام بير ديسي لتر، فهذا يعتبر ارتفاع في السكر. رقم 2، إذا كان مستوى السكر بعد ساعتين من الأكل أعلى من 200 ميلي جرام بير ديسي لتر، فهذا يعتبر سكر. رقم 3، إذا كان التراكمي واللي يقيس السكر لمدة 3 إلى 4 أشهر 6.5 6.5، فهذا يعتبر سكر. تم تشخيص السكر. الآن لدينا مجموعات. المجموعة الأولى من الناس اللي سكرهم على الحمية وعلى الرياضة، فكيف يكون وضعهم في رمضان؟ ما في أي شيء، يبتلون على الحمية وعلى الرياضة، يحاولون أنهم يبتعدون عن المشروبات المليئة بالسكر. نوصيهم كذلك بالرياضة، ووقت الرياضة مهم جدا، يكون في المساء أو في الصباح الباكر، تجنب الرياضة في آخر العصر لأنه ممكن يكون مستوى السكر نازل والرياضة بدورها تخلي السكر ينقص مرة ثانية. هذا من الناس اللي على الحمية واللي على الرياضة. المجموعة الأخرى، الناس اللي على مرضى السكر اللي على المنظم فقط أو الجلوكوفاج، بس يأخذونه فقط لتنظيم السكر، فلا يوجد أي تغيير كبير. فجرعات الصباح اللي يأخذونها مع الإفطار أو مع الغداء تنقل إلى الفطور مع صلاة المغرب، يأخذون المنظم بنفس الجرعة في صلاة المغرب. إذا كانوا يأخذون جرعة أخرى للجلوكوفاج في العشاء فينصح بأخذها في السحور، ولكن من الأفضل يأخذون نصها. مثال، إذا كان الإنسان يأخذ 1000 في الصباح و1000 في الليل جلوكوفاج، فينصح يأخذ 1000 مع صلاة المغرب في الفطور و500 مع السحور. واضحة؟ يعني نقصها بنسبة 50% للجلوكوفاج. المجموعة الثالثة، مرضى السكر اللي يأخذون الأدوية، أدوية الحبوب مع المنظم. هناك حبوب ومتنوعة ولها، وكل نوع من أنواع الحبوب له طريقة عمل. من أكثر الأدوية شيوعاً هي الديتاب أو الجليبينكمايد، وعادة المرضى يأخذون حبة وهي تقابل 5 ميلي جرام أو حبتين تقابل 10 ميلي جرام، والجرعة الأعلى منها هي 10 في الصباح و10 في الليل، وهي من أقدم الأدوية في السكر، الديونيل يسمونها أو الديتاب. فكيف يتصرف مريض السكر في هذه الحالة؟ إذا كان يأخذ الديونيل أو الديتاب، فالعشرة ميلي جرام اللي في الصباح ينقلها إلى المغرب مع إفطاره، والعشرة ميلي جرام اللي يأخذها في العشاء ينقص 50%، يعني تصير 5 ميلي جرام حبة فقط يأخذها مع السحور. هذه مهمة جدا. أيضا في دواء آخر يسمى الداي مايكرون، فيه 80 منه وفيه 30 أو 60 أو 90 أو 120، فننصح كذلك بتنقيص الجرعة إلى النصف، يعني بدل المريض ما يأخذ 120 كاملا جرعة في الصباح، طبعا بينقلها إلى المغرب، ممكن يأخذ من 60 إلى 90، فيعمل من 30 إلى 50% على تنقيص جرعة الداي مايكرون.
هناك أدوية جديدة زي الجنوفيا وزي الأدوية جديدة زي الإمباجلفلوزين، هذه ما فيها إشكالية ولا تنقص، تؤخذ كما هي في صلاة المغرب مع الإفطار. المجموعة الرابعة من مرضى السكر منهم من يأخذ الحبوب بكامل جرعاتها زائدا جرعة أنسولين في الليل، زائدا جرعة أنسولين في الليل، فكيف يتصرف؟ يأخذ الحبوب زي ما ذكرنا بالتفصيل قبل قليل، وينقص نصها مع السحور. ماذا يعمل بجرعة الأنسولين؟ لنفترض المريض قبل رمضان يأخذ 20 وحدة أنسولين فقط في 24 ساعة مع الحبوب، فيعمل على تنقيصها بمعدل 30%، يعني تصير أبو 20 وحدة تصير 18 وحدة أنسولين يأخذها بالليل. متى يأخذها؟ من بعد صلاة المغرب إلى قبل السحور، المجال مفتوح، ممكن يأخذها بأي وقت، لأن أثر الأنسولين هو أثر طويل المدى، يعمل على مدى من 20 إلى 24 ساعة. هذه واضحة، يعني يعمل على تنقيص جرعة الأنسولين بمعدل 30%، يحسب جرعته وينقص منها 30%. المجموعة الخامسة من مرضى السكر اللي هم يأخذون الأنسولين كاملا، والأنسولين كما تعلمون أنواع، منها القديم اللي كانوا يستخدمونه المرضى اللي هو الحليبي مع الصافي اللي يؤخذ في الصباح مع الفطور ومع العشاء، كيف يتعامل مع المريض به في رمضان؟ كما ذكرنا جرعة الفطور الصباحي لنفترض يأخذ 30 الصباح و20 مع العشاء، 30 قبل الإفطار و20 قبل العشاء، فال30 تنتقل إلى الإفطار الرمضاني بالمغرب كاملة يأخذها. نأتي إلى السحور، 20 ما يأخذها كاملة، 30% على تنقيصها إلى 14 وحدة أو 12 وحدة. طيب كيف أعرف أن التصرف اللي سلكته صحيح؟ عن طريق متابعتي للسكر في أول يوم وأول يومين في رمضان بالتشييك المستمر، مع صلاة الظهر مع صلاة العصر قبل الإفطار. طيب ما هو هدفي يكون سكري في نهار رمضان بالنسبة لمريض السكر بشكل عام؟ الهدف أنه ما ينزل لي تحت 70 ولا يطلع لي فوق 250، أنا أحاول أن أجعلها بوزن ما ينزل تحت 70 ولا يطلع فوق 250، فبهذا المستوى يكون مستوى معقول، رغم أنه إحنا ودنا بيكون أقل من 200 أقل من 150 وهو صائم، ولكن في نفس الوقت لا نريد أنه يكون أقل من 70 أو أقل من 60. لنفترض المريض على الساعة 5:30 ولا 6 الآن شيك ولقي سكره 70، يعني باقي نص ساعة أو ساعة الإفطار، هل يكمل صيامه؟ لا، ما يكمل صيامه، لأنه ما تضمن أن السكر ينزل لك خلال 5 دقائق إلى 50 و40 ومريض يروح في غيبوبة السكر، والله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، وهذه النفس أمانة مع الإنسان، فإذا لاحظ الإنسان أن سكره على الساعات الأخيرة من نهار رمضان في 70 أو في 60 فيفطر ويقضي إن شاء الله. هذه نقطة مهمة جدا. النوع الثاني من الأنسولين اللي موجود اللي هو طويل المدى يؤخذ على 24 ساعة وقصير المدى مع الوجبات، فالمريض يصير يأخذ 4 جرعات قبل رمضان، كيف يتصرف مريض السكر في هذه الحالة؟ نقول أنه الجرعة الصباح الإفطار الصباحي ينقلها إلى الإفطار مع صلاة المغرب في رمضان مع زيادة 4 وحدات، لأنه حتكون الوجبة الرئيسية له في الإفطار. مثال، إذا كان يأخذ 10 وحدات الصباح و10 وحدات الغداء و10 وحدات العشاء، وهذا من سريع المفعول، ويأخذ 20 وحدة من طويل المدى فينقلها، تصير 10 تنقل إلى المغرب حقة الفطور، ويزود 4 وحدات لأنه حيكون فيه فطور وحيكون فيه تمر وحيكون فيه عصيرات، من 4 وحدات إلى 6 وحدات
حسب سكره طبعا بعدها بساعتين يشيك. جرعة الغداء سريع المفعول إذا كان من الناس اللي بياخذ وجبة فيها نشويات كثير بعد صلاة التراويح والساعة 11، فممكن ينقل جرعة الغداء إلى جرعة إلى هذا الوقت. إذا كان ما بياخذ شيء فينقل هذه الجرعة مع السحور. فالسحور سريع المفعول مثلا يأخذ 10، نقول ما تأخذ 10، خذ 6، نقصها 30% كذلك. وناتي طويل الأمد كذلك نقص بمعدل 30%، يعني بدل 20 يأخذ 14. متى يأخذ طويل الأمد؟ يأخذ بأي وقت عنده، من بعد صلاة المغرب إلى قبل السحور. طبعا هذه نصائح عامة لمريض السكر، لكن في أشياء مهمة جدا يجب الانتباه لها. إنه مريض السكر هو كتاب، كل مريض سكر كتاب لوحده، ولذلك مهم جدا إنه مريض السكر يراجع طبيبه قبل رمضان بشهر أو شهرين ويعمل على تضبيط جرعاته، وكذلك يشوف وضعه إذا كان من الناس اللي بيصومون خميس واثنين أو ثلاث البيض، يشوف كيف سكره أثناء الصيام، فهذا يعطي انطباع عن وضع جرعاته أثناء الصيام. فالمتابعة المستمرة مع الطبيب، هذه زي ما ذكرنا نصائح عامة، لكن الشيء الجوهري والشيء المهم هو مراجعة طبيبك، لأن طبيبك أعرف بك. مريض السكر قد يكون عنده كلى، مريض السكر قد يكون عنده يعني انخفاضات مستمرة، قد يكون عنده ارتفاعات مستمرة، فلا تستطيع أن تعمم هذا الكلام على كل مريض سكر، ولكن هذه نصائح عامة بشكل عام يجب أخذ الحيطة فيها ويجب الانتباه فيها. هذه بشكل عام بعض الأشياء اللي تهم مريض السكر، اللي ذكرنا اللي على الحمية، اللي على المنظم، اللي على الحبوب بكافة أنواعها، اللي على الحبوب مع الأنسولين، واللي على الأنسولين بكافة أنواعه. لا ننسى أخواتنا الفاضلات ممن يصيبهم مرض السكر أثناء الحمل، فلا يكلف الله نفسا، فإذا خافت لها الفطر ولها القضاء، ولكن إذا استطاعت تصوم فعليها طبعا بالحمية، عليها بمتابعة طبيب السكر وطبيبة النساء، وعليها كذلك بضبط سكرها، هل هي من الناس اللي يحتاجون أنها تبدأ على أنسولين أم تبقى على الحمية. فهذه مهمة جدا، وليش نركز عليها؟ لأن السكر أثناء الثلاثة أشهر الأولى من الحمل إذا لم يضبط قد يسبب بعض المشاكل للأم وللجنين. هذه بعض الأشياء اللي حابة أذكرها حقيقة. ما أدري إذا هناك أي استفسار من الزملاء أو أي أسئلة، قد يكون من الأسئلة نستطيع أن حنا نذكر بعض الأشياء المهمة. تفضل. السكر الطبيعي للإنسان الطبيعي بعد الصيام 8 ساعات بدون أي سعرات حرارية أقل من 100 ملي جرام برديسيلتر، أقل من 100. طبعا كيف تعرفه؟ في الوحدة الأخرى أنك تقسم 100 على 18 فيطلع عندك يعني 5.6 5.7، فعندك بعض الأجهزة يا بالملي مول بال 5.7 5.8 5.5 أو بالملي جرام اللي هي 100، فأقل من 100 يكون أقل من 100 ملي جرام، هذا الطبيعي، وهذا الإنسان اللي ما عنده سكر. لكن لو فرضنا إنسان صائم 8 ساعات وسكر بين 100 إلى 125، هذا ما هو طبيعي، وهذا ما عنده سكر ولا عنده سكر، هذا نسميه ما قبل السكر، وهو عرضة له 50 إلى 70% عرضة كبيرة أنه يصير عنده سكر خلال ال5 سنوات القادمة إذا لم ينتبه لنفسه. أما الصائم 8 ساعات طبعا ما نحسب الماء أكثر من 126، فهذا مريض سكر. تفضل يا شيخ. نعم، من ناحية الأكلات، فالأكلات طبعا مريض السكر غالبا لما يكون يراجع في مستشفى السكر هو فريق عمل، ليس طبيب سكر، لأنه حيكون هناك مثقف أو مثقفة سكر وأخصائية تغذية خاصة،
هناك أيضا كشف العيون وكشف القلب وكشف الكلى وكشف أكرمكم الله السامعين اللي هو كسب القدم السكري. فهذه لما نتعامل مع مريض السكر ليس فقط قراءات وخلاص، هذا فريق طبي كامل. فطبعا يعرض على أخصائية التغذية. من الأشياء المهمة جدا والبسيطة الإقلال من النشويات، والنشويات تشمل الرز والخبز والمكرونة، ما نقول ما تأكلونها لكن يقلل الإنسان منها بأقل قدر ممكن. يعني كذلك السكريات بشكل عام، السكريات هذه أهم شيء، النشويات والسكريات على المريض أنه يقلل منها. طبعا هناك نصائح عامة، المشي نصف ساعة كل يوم، 30 دقيقة كل يوم، هذه مهمة جدا. وجدوا حسب الدراسات أن المشي نصف ساعة مع الحمية ممكن، خصوصا الناس اللي عندهم ما قبل السكر أو عندهم عرضة للسكر، بمعدل 58 إلى 60% ممكن بإذن الله تمنع السكر. يعني ولما أمنع السكر 5 سنوات، يعني أنا عارف مثلا عندي تاريخ وراثي، وزني زايد، عندي ما قبل السكر، لو نجحت في تخفيف وزني فقط من 5 إلى 7% فقط من وزني، ما أبغى 20 كيلو ولا 30 كيلو فقط، يعني واحد وزنه 100 نقص إلى 94، فبالتالي هو حمى نفسه بعد الله سبحانه وتعالى، حمى نفسه من السكر بمعدل 60%. طبعا أنا لو نجحت وحميت نفسي من السكر لمدة 5 سنوات قادمة، معناته حميت نفسي من مضاعفات السكر ل10 سنوات بعدها كذلك. فهذه تهمني جدا. تفضل يا شيخ. نعم ممتاز ممتاز. التشيك لا يفطر، ما يفطر التشيك ولا في أي ضرر، ما يؤثر إن شاء الله، لا ما يؤثر ولا يفطر إن شاء الله. حتى أخذ الأنسولين، ولكن لا ننصح بأخذ الأنسولين والإنسان صايم، بعد ما يأكل ممكن أو أثناء فطورة يضرب الأنسولين، لأن الآن بعض الأنسولين وخصوص السريع المفعول اللي يأخذ مع الوجبات خلال 3 ساعة يبدأ ينزل السكر. فلا تأخذ أنسولينك إلا وأنت مفطر، افطرت سميت بالله وافطرت خذ الأنسولين، سواء الحليبي مع الصافي، سواء سريع المدى، فتأخذه بعد فطورك مباشرة. تفضل. نعم بالنسبة لمرض السكر حقيقة أفضل وقت هو في الليل أو في الصباح، لأن آخر النهار بيكون مستوى سكرك في انخفاض. لو ما كنت مريض سكر ممكن ما في إشكالية تمارس الرياضة بعد صلاة العصر، لكن لو كنت مريض سكر ومجهد وعندك نهار طويل 14 ساعة وعليها، حيكون مستوى سكرك في النزول. فأفضل وقت هو في المساء، أفضل وقت المساء صراحة. نعم لأن الرياضة 100%، إذا مشيت حتى لو كان نفترض سكرك 200 ومشيت ممكن بعد نص ساعة ساعة ينخفض. فلا نوصي لمريض السكر بالرياضة آخر ساعة من الإفطار. تفضل يا شيخ. نعم هو التشخيص يعتمد على مستوى السكر في الدم وليس البول أكرمك الله، لأن البول قد لا يشترط وجود السكر فيه أن هناك سكر، قد يكون هناك الالتهابات البكتيرية تسبب نزول السكر في البول، لكن قد تكون أيضا تعطيني انطباع على أن هناك سكر زايد، وخصوصا الناس اللي لديهم الحموضة الكيتونية، الناس الأطفال الصغار أو الناس اللي في سن المراهقة ويأتيهم السكر ويصيرون معتمدين على الأنسولين من البداية، يعني ما نعطيهم حبوب أنسولين على طول. فمثل هؤلاء إذا زاد السكر عندهم ممكن يصير عندهم كيتونز أو اللي هي وجود الأجسام الكيتونية في البول، فهذه تعطيني انطباع أن السكر زايد. نعم سؤال ممتاز جدا. طبعا الخلايا الجذعية
هي الآن تعتبر شيء جديد في الطب بشكل عام. هل هناك تجارب فعلا أثبتت نجاحها؟ الحقيقة هناك مراكز سواء في أوكرانيا أو في الصين أو في الأردن أو في ألمانيا وعملوا فعلا. طبعا هم غير هي مراكز بزنس تمام غير مصرحة من وزارات الصحة في دولهم. الخلايا قضية الخلايا الجذعية اللي يعملونها هي خلايا جذعية طرفية، هم يأخذون من الأطراف ولم تؤتي ثمارها، وجانا أكثر من مريض حقيقة عملوها خارج المملكة ورجع السكر لهم، يعني لم يعمل، يعني هي جست أخذوا منهم فلوس نعم للأسف وما استفادوا منها، ما استفادوا، لا لم يستفيدوا منها. هي أمل بعد الله سبحانه وتعالى، ولكن تحتاج لها بحوث ويحتاج لها تجارب، وأسأل الله التيسير في ذلك. طبعا لأنه الخلايا الجذعية طبعا هي تعتمد على المادة اللي أخذتها، منين أخذتها، فأنت بعضهم يأخذها من نخاع العظم وهذا ما يوفي. طبعا هم الأفضل شيء أن تأخذ من المشيمة، والمشيمة فيها جميع الخلايا سبحان الله تمام. فلا زالوا الآن في 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 تطوير في هذا الموضوع، لم يبت بشكل نهائي ولا زال تحت الدراسة. العطارين نعم. الأعشاب حقيقة اللي تعطى لمرضى السكر وجد كثير منها بعد دراستها في المعمل أنها تحتوي على حبوب، يعني يخلطون فيها زي حبوب الجلوكوفاج نعم وحبوب السكر، تخلط مع بعض النباتات، تخلط مع العسل، تخلط مع أشياء وتعطى للمريض، والمريض بطبيعته يعني يريد أي شيء يشفيه، وهذه طبيعة بشرية، يعني ممكن أنه يعني خلاص لم يؤتى، يعني أقصد أنه راجعاته في المستشفى ما أتت ثمارها، فالرجل ما يلام، يتجه إلى أشياء أخرى. لكن العتب كل العتب على هؤلاء الإخوان اللي يغشون الناس ويخلطون أدوية السكر فيها. وثبت علميا في بعض المراكز، في بعض المراكز التحليل أنها حبوب للسكر. إضافة إلى ذلك بعض الناس ورأيناها حقيقة يعطون كورتيزون، مادة الكورتيزون تعطى في بعض الأدوية، فبعضها يرفع السكر، وتعطى كورتيزون لأدوات أخرى للحساسية، وتعطى أيضا كورتيزون لبعض الفتيات وبعض النساء أساس تزيد أوزانهم، فتضرب عليهم جميع الغدد سواء الغدة الكظرية الخاصة بالكورتيزون أو الغدد الأخرى. فما ننصح حقيقة اللي هو الشغلات هذه اللي تتعلق بمرضى السكر، ما ننصح فيها تماما. صحيح، هذه شجرة المورينجا هي شجرة أعتقد في البرازيل طبعا، وأنتجوا منها عصير، وفي مرضى كثير عندنا بالعيادة يأتوني صراحة واستجابوا لها، طالما أنه ما فيها أي مضاعفات جانبية. أنا طبعا لا أستطيع أن أفتيك أنها كويسة أو لا، لأن هذا طبعا طب آخر، يعتبر الطب البديل أو الطب المبني على إحنا طبنا لنتكلم عن الطب المبني على البراهين. يعني أنا أخذت المورينجا مثلا وأخذت لي 1000 شخص، خذيت منهم تحاليل كاملة للسكر وللتراكم وللأمور هذه كلها كويس، بديتهم على المورينجا، بعد 6 شهور سنة شفت وضعهم. هذا لم يعمل يا شيخ، ما يعمل. فأنا ما أستطيع أن أعطيك يعني إجابة وافية للأمانة العلمية، فما عندي علم، لكن شفت مرضى تحسنوا عليها نوعا ما. لكن نأتي ونقول التحسن من السكر يعتمد على عدة عوامل، يعتمد على مريض السكر نفسه واهتمامه بالرياضة وبالحمية. فالرياضة والحمية تعتبر عاملين مهمين جدا لإطالة عمر الخلايا البنكرياس اللي تفرز الأنسولين. فكلما نقص وزن الإنسان احتمى مشى قللت اللي هي مقاومة الأنسولين في جسمه، تحسن سكره،
طال عمر الخلية نفسها التي تفرز الإنسولين. لكن كل ما كان الإنسان يعني غير ممارس للرياضة أو أنه يعني ما هو محتمي، فالخلية هذه تتعب. فتجد أناس طبعاً اللي تشخص الآن غير اللي عنده سكر من 5 سنين، غير اللي عنده سكر من 10 سنين، غير اللي عنده سكر من 20 سنة. فهذه طبعاً طريقة العلاج لكل شخص تختلف. فممكن اللي عنده سنة ممكن بالحمية والرياضة ويجلس 4 سنوات 5 سنوات ما شاء الله تبارك الله. طبعاً أبو 5 سنين ممكن تلاقيه بدأ على المنظم، بدأ على الحبوب. أبو 10 سنين الحبوب الجرعة الأعلى وعدة أنواع من الحبوب زائداً الأنسولين. أبو 20 سنة لأنه خلاص أبو 20 سنة تلاقيه خلاص وافي على الأنسولين، لأن مخزون الأنسولين في خلال البيتا سيل هذه اللي موجودة في البنكرياس انتهى المخزون. زي بير الماء، لما انتهى الماء خلاص ما عاد في شيء، لازم تعطيه أنت أنسولين. بضل شيء؟ لا، إذا الأم أو الأب لاحظوا أكرمكم الله السامعين التبول الشديد والعطش الشديد والإرهاق ونقصان الوزن، هذه علامات تدل على أن السكر مرتفع ويحتاج المريض إلى علاج، سواء الطفل أو الكبير. بعض الناس البالغين تجد لا يشعر به، وهذه نسبة كبيرة جدا قابلها عندنا في المجتمع وفي عياداتنا. بعضهم ما عنده عطش ولا عنده أكرمكم الله روح للحمام ولا عنده أي شيء، مجرد أنه مر في المول ولا سوى تحليل والله لقي السكر 400 وهو ما عنده سكر من أول. تحصل، فالأعراض موجودة ولكن ليست هي برضو الشاهد أن في سكر، الأعراض موجودة. بعض الناس لا، تجد مثلا يشرب ماء بكثرة ما يشعر بالعطش ولا يشعر بالروح دورة المياه. نعم، والله أنا ما أنصح بها مرة، ما أنصح بالأعشاب تماما. نعم، ممتاز، هذا سؤال مهم جدا. يعني وجدت إنسان مصاب بالإعياء، تعبان مرهق، فأنت دائما تتوقع الانخفاض والارتفاع. إنسان لقيته طايح مغمى عليه تتوقع الانخفاض، حتى لو كان 600 سكر دائما حط في بالك الانخفاض وليس الارتفاع. والسبب أنه لو جلس 5 دقائق السكر منخفض ممكن لا قدر الله يصير عندهم موت دماغي، بينما الارتفاع ما بيسبب له أي مشكلة. طيب إيش تسوي بمريض مغمى عليه ما تعرف، الآن لقيت واحد في المسجد مغمى عليه ما تدري وإيش مشكلة؟ أفضل طريقة طبعا إذا عندك عسل تحطه تحت في فمه، لأنه السائل سواء عصير ولا موية فيها سكر ممكن المريض في غيبوبة يشرق ويصير عنده التهاب بالرئة. فأفضل شيء تحط له عسل في الفم، العسل تعرف ثقيل، ما أعطينا عن طريق الفم، أعطينا عن طريق من جوة الفم، يمتص وبالتالي يرفع سكره بين اللثة. نعم، عسل وتحطها له، هذا أفضل شيء. هذا لو المريض مغمى. وفي بعض الناس الأخوان يعرفونهم اللي عندهم الأطفال النوع الأول معاهم إبرة الجلوكاجون، إبرة الجلوكاجون للصغير والكبير المفروض تكون موجودة، يعني واحد مغمى عليه ولا يشعر بأحد، تضرب الإبرة وخلال دقائق بإذن الله يصحى المريض. إبرة الجلوكاجون هذه المفروض تكون موجودة في كل بيت لمن لديه مريض سكر، وخصوصا النوع الأول وخصوصا الأطفال. نعم، المفروض الجلوكاجون هذه إبرة موجودة، تكون موجودة عندكم صراحة لمن هو يعني يحصل له إغماءات سكر. ودائما الإغماء حط في بالك هو انخفاض سكر وليس ارتفاع سكر. ارتفاع السكر أبو 600 أبو 700 تلاقي 500 وماشي في الشارع ما عنده مشكلة، تمام، لكن برضو يعني يحتاج علاج. لكن الخطير هو انخفاض السكر وليس ارتفاع السكر.
نعم، كل مريض سكر معرض للانخفاض ومعرض للارتفاع إذا لم يعمل على وزنية سكره، سواء بالرياضة، بالحمية، بأكل الوجبات، أو أنه مثلا أكل أخذ جرعة كاملة من الأنسولين مثلا أو من الحبوب وما بذل إيش وما أكل، يعني قد يكون شهيته قليلة وأخذ العلاج كامل يحصل عنده انخفاض. ومهم جدا للناس، هذه مهمة جدا، اللي عند يأخذون الحبوب دايونيل أو الديتاب أو الحبوب بعيدة المدى، مريض حصل عنده انخفاض ما يصلح تعطيه عسل وخلاص واستيقظ وخلاص، توديه للمستشفى، يحتاج أقل شيء يومين مع المغذي بالجلوكوز، لأن الوقت الحبوب طويل المدى يجلس إلى 24-48 ساعة، فما هو بس خلاص تصحي وتقول خلاص صحي لأنه أثر الحبوب لازال في الجسم 24-48 ساعة. الحالة النفسية مهمة جدا، صحيح هي من ضمن الأسباب اللي ممكن ترفع السكر، وذلك الإنسان دائما يريح نفسه ولا يحاول أنه يعني يزعل أو أنه يشغل باله، لها دور كذلك أنها ترفع السكر. صحيح، نعم، جزاكم الله خير، تفضل يا شيخ. ممتاز. المنظم الجلوكوفاج وجدوا من الدراسات أكبر مفعول له 2000 ملغرام، 1000 و1000، هذا أكبر مفعول له، يعني في الوجدوا فهو أو يعني تأخذ 2000 هذا أكبر مفعول للجلوكوفاج. ودائما الناس اللي يبدونه بالتدريج، يعني مثلا يبدأ 500 مع أثقل وجبة لمدة أسبوع، بعدين 500 مثلا مع وجبة أخرى لمدة أسبوع آخر، بعدين 500 الأسبوع الثالث الوجبة الثالثة، ومعك إلى 2000. طريقة عملها اللي يناسبك أنت، بعضهم والله يناسبه يأخذها في الفطور، بعضهم يناسبه يأخذها في الغداء، بعضهم يناسبه يأخذها في العشاء، فأنت وجدولك، بعضهم دوامه في المساء وينام في الصباح أو في الليل، فأنت دائما تشوف وضع المريض وحياته الاجتماعية ووظيفته وعمله وش اللي يناسبه، ما فيها حرج، ممكن تأخذه مع الفطور، ممكن تأخذه مع الغداء، ممكن تأخذه مع العشاء، معك إلى 2000. وفي بعض الكتب يقولك إلى 2005 إلى 3000، ما عندك 1000 1000 1000 ممكن تأخذ، لكن وجدوا أن أكبر مفعول له 2000. ما في خلاف، لا 4000، لا ما في، 2005 إلى 3000، نعم. ويجب ويجب تشيك وظائف الكلى، لأن وظائف الكلى إذا تروية الكلى أقل من 30 المفروض توقف الجلوكوفاج، توقفه، أي نعم. وإذا بدأ أقل من 60 تنقص النص، يعني إذا كنت تأخذ 2000 وظائف الكلى بدأت تنقص تحت 50 أو 40 المفروض تأخذ 500 إلى 1000 فقط، بدأت تنقص إلى 30 تروية الكلى توقف الجلوكوفاج. وإياكم إن شاء الله. أي سؤال يا جماعة الخير؟ سمي يا شيخ تفضل. صحيح، نعم، شوف السكر والضغط متلازمتين مع بعضهم، ولذلك انت لما تعالج مريض السكر ما تعالج بس ارتفاع وانخفاض، هناك عدة اشياء مهمة جدا، تشوف ضغطه، فضغطه لازم يكون اقل من 140 اللي فوق على 90 اللي تحت، لازم يكون اقل، واذا كان مريض قلب او مريض كلى المفروض اقل. وجدوا الدراسات أنه كل ما كان الضغط أقل كل ما كان أفضل من ناحية الكلى، لأن ليش؟ وجدوا هناك مقارنة عجيبة ما بين ارتفاع الزلال أكرمكم الله في البول، والزلال هو مادة بروتينية تخرج في البول نتيجة تأثير السكر على الكلى، فوجدوا في إذا المريض هذا عنده، وجدوا أن الناس اللي عندهم ضغطهم عالي يكون الزلال عندهم أعلى، ووجدوا أن التحكم في الضغط مع السكر يتم الحمد لله القضاء على الزلال. فالضغط هذا رقم واحد. رقم اثنين ضبط الكوليسترول، وخصوصا الكوليسترول المرضي LDL نسميه، ما هو الكوليسترول الكامل، LDL. والمفروض في مريض السكر
العايدي اللي ما عنده قلب ما عنده كلى ما عنده شيء يكون أقل من 100 ملي جرام، واللي عنده قلب أو مشاكل شرايين مفروض أقل من 70 هذا الكوليسترول. رقم 3 يشيك الزلال في البول أقل شيء كل 6 شهور يعني مرتين في السنة، هل هو موجود ولا لا؟ الزلال زي ما ذكرنا هو أول بوادر من السكر على الكلى، فإذا تم علاجه من البداية فإن شاء الله أن أمور طيبة. رقم 3 أو 4 مراجعة طبيب العيون للتشيك على شبكية العين، وهذا يقتضي أقل شيء مرة في السنة، وإذا كان هناك رشح في العين لا قدر الله شيء المفروض كل 6 شهور على أساس لا يحدث انفصال في الشبكية ويحصل أمور ما تحمد عقباها. الأمر الخامس والأخير أعتقد اللي هو موضوع الكتمة أو الضيقة أو آلام الصدر، إذا مريض السكر بدأ يشتكي لابد له من زيارة للطبيب القلب وعمل التحاليل اللازم سواء الأشعة أو سواء اللي هم المشي هذا ونشوف في أي مشاكل، فهذه مهمة جدا أنه يعملها. سادسا والأهم تشيك القدم أكرمكم الله، كل ليل يشيك على أقدامه، لأن مريض السكر غالبا يكون إحساسهم ما يحسون، تلاقي يمشي بالبيت في دبوس فيه حاجة في شيء ما يحس فيها. في أيام الشتاء أجلكم الله الناس على الدفايات تحترق رجولهم ما يحسون، يقول جاني مريض والله يقول أنا بس عرفت أن رجلي احترقت من الريحة بس، يعني ما شم، لأنه باطن القدم ما يكون عندهم الإحساس ضعيف جدا أو ما فيه، فيشيكون وبين بين كذلك اللي هو الأصابع القدم يكون هناك رحمكم الله التهابات فطرية، المفروض أنه يأخذ لها الدهان الخاص ويهتم فيها. هذه الأشياء أساسية مهمة جدا على مريض السكر أنه يتكلم أنه يهتم فيها. البرودة يعني هي تعتمد على موضوع هل فيه نبض ولا ما فيه نبض، هل فيه شعر في القدم ولا لا. البرودة تعريفها عام، لكن البرودة اللي نخشاها حن أن يكون تروية الأوعية الدموية للقدم تكون قليلة، وهذا يتم عن طريق الدكتور بعد ما يسوي لك الفحص ويتأكد أن النبض كويس وأن الأمور طيبة. أما قد تكون باردة لأسباب أخرى، لكن اللي همنا أنها ما هي باردة من قلة التروية، تروية الدم وقلة الدم يعني هناك، لأن السكر يؤثر على الأوعية الطرفية ويقلل ويسبب لها تصلب في الشرايين ويقلل من يعني اندفاق الدم للقدم ولباقي الأعضاء الجسم. اللي هي أبر إيه؟ ما في بس يعني ما في بس، بس بلاستيكية وبس تنتبه لها ما تسبب لك جروح أو أي مشاكل، ما في بس إن شاء الله. أي سؤال يا أخوان؟ جزاكم الله خير ونشكر الجميع على إتاحة هذه الفرصة وعلى جلوسكم بعد الصلاة، والله ينفع بعلمنا، ونسأل الله سبحانه التوفيق ونجاح، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا الصيام والقيام وأن يبلغنا تمام هذا الشهر وأن يبلغنا ليلة القدر إن شاء الله. جزاكم الله خير، السلام عليكم ورحمة الله.